تابلت بالشاشة كبيرة مع بطارية ضخمة بسعة 10,000 ملي أمبير وشحن صاروخي 120 واط. خلونا نعرفكم على جديد شركة شاومي تابلت باد 6 اس برو. من ناحية التصميم، التابلت يأتي بتصميم جميل مع خامة تصنيع ممتازة بفريم وخلفية من الألمنيوم مع واجهة أمامية من الزجاج المدعم، والشاشة IPS LCD بتردد 144 هرتز بحجم 12.4 إنش بريزوليوشن 2032 في 3048 بكسل بكثافة بكسلات 295 بكسل لكل إنش ومعدل سطوع 900 نت، وتأتي محمية بطبقة زجاج حماية كورنين غوريلا جلاس 5. الشاشة تدعم 68 مليار لون وخاصية HDR 10 ودولبي فيجن. الشاشة ألوانها ممتازة وجيدة لمشاهدة المحتوى وتعديل الصور على برامج مثل لايت روم وتهيئة الفيديوهات على برامج المونتاج مثل برنامج كاب كات. وفيما يتعلق بالصوتيات، التابلت مزود بست سماعات سبيكر ستيريو تدعم تقنية سبيشل أوديو وخاصية هاريس أوديو ودولبي أتموس. أما النظام فالباد 6 أس برو يعمل بنظام الأندرويد 14 مع واجهة مستخدم هايبر أو أس. الواجهة معدلة لتناسب حجم الشاشة الكبيرة، وهي تدعم تعدد المهام وتشغيل تطبيقين أو ثلاث في نفس الوقت، بالإضافة إلى تعدد الاختصارات وتسهيلات الاستخدام. وبالنسبة للأداء والعتاد، الجهاز مزود برقاقة سناب دراجون 8 جين 2 8 الأنوية بمعمارية تصنيع 4 نانومتر بسرعة تردد 3.2 جيجا هرتز مع معالج رسوميات أدرينو 740. ومن ناحية الذاكرة ومساحة التخزين، الباد 6 أس برو يأتي بثلاثة نسخ من الرام من نوع LPDDR5X بسعة 8 جيجا بايت و 12 جيجا بايت أو 16 جيجا بايت، مع ثلاثة خيارات من مساحة التخزين بسعة 256 جيجا بايت و 512 جيجا بايت أو 1 تيرا بايت من نوع UFS 4.0. أما بالنسبة للكاميرا، فالتابلت مزود بكاميرتين الأساسية بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F1.8 تدعم تركيز التلقائي الدول بيكسل أوتو فوكس. العدسة الثانية بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F2.4 لقياس العمق والعزل، وبجانبه فلاش LED. الكاميرات تدعم تصوير البورتري ونمط الـ HDR والبانوراما وتصوير مقاطع فيديو بدقة 4K وفل HD 60:30 إطار بالثانية. والكاميرا الأمامية تأتي بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F2.2 تدعم تصوير البورتري والـ HDR وتصوير مقاطع فيديو بجودة فل HD 30 إطار بالثانية. والبطارية تأتي بسعة 10,000 ملي أمبير تدعم شحن السلك السريع بقوة 120 واط، وتشحن البطارية من 0 إلى 100 خلال مدة 35 دقيقة. أما الاتصال والشبكات، التابلت يدعم واي فاي 7 وبلوتوث إصدار 5.3 وخاصية NFC. وبالنسبة للألوان والسعر، التابلت يتوفر بثلاث خيارات من الألوان هما اللون الأسود واللون الأزرق واللون الأخضر، وبسعر يبدأ من $469 أمريكي تقريبا لأقل نسخة من الجهاز. في النهاية، لا تنسى تدعموني بلايك، تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات لتوصل فيديوهاتي أول بأول.